فضيلة الشيخ يقول: هذا لدي أرض لم أعدها، لم أجعلها للبيع حاليا، إنما سأتركها حتى ترتفع الأسعار، فهل فيها زكاة أم الزكاة عند عرضها للبيع؟ يا أخي، أنت ناويها للبيع لكن تقول أنتظر حتى يرتفع السعر، هذا نية للبيع، فتجب الزكاة بداية من نية البيع، من النية، إذا مضى عليها حول بعد نية الزكاة تزكيها. نعم.